اهلا وسهلا بكم من جديد، واهلا وسهلا باللواء عبد الله والدكتور ماجد والاستاذ خالد والدكتور جاسر. والى موضوعنا التالي. في خطوة شكلت مثار نقاش واسع، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتي ستسدل الستار على نظام الكفالة الذي نظم العلاقة بين أصحاب العمل والوافدين على مدى عقود ماضية. وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تقدم ثلاث خدمات رئيسة، هي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية. وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ منتصف شهر مارس المقبل، ضمن جهودها الرامية إلى بناء سوق عمل جاذب بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات. وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم طلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا. كما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد. دكتور جاسر، تحسين العلاقة التعاقدية يعني اسم جميل وزاهي يبدو، لكن هل سيساهم في تحسين بيئة العمل؟ هل سيساهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة؟ أنا رأيي الشخصي لا. لماذا؟ من باب الخبرة. الأصل في موضوع يعني وضعنا مع تدخل في حرية حركة المستقدم من برا، هو أننا من البداية وحتى اليوم نستخدم كفاءات متدنية جدا. ونأخذ الطب مثلا، نستخدم فنيين وممرضين وممرضات من العالم الثالث، معلوماتهم وممارساتهم المهنية ضعيفة جدا، فنصقلهم خلال سنتين ثلاثة أربع نحولهم إلى محترفين عمالة ماهرة. عند نضوج الثمرة يجي واحد حسب القانون الجديد اللي هو في الواقع حسب التسهيلات الجديدة لم تسنن كقوانين حتى الآن، أنه يقطف الثمرة وأنا أروح أبدأ من جديد. احنا أكبر محطة ورشة، أكبر ورشة تدريب للعالم لكندا والأمريكا للتمريض والعمالة الفنية، الآن سوف نتحول أيضا إلى ورشة تدريب البعض بحيث نسرق بعض، نسرق العمالة يعني مثلا عندنا التمريض فني يشتغل معي لمدة سنتين ثلاث، أجاد الأشعة، أجاد المختبر، أجاد التمريض جيدا، أصبح يتعامل مع أعضاء، عرف لغة عربية، ثم تجي أنت تأخذ مني. هذه ناحية. الناحية الثانية أن إذا أتيحت الفرصة لحرية التنقل، نحن لسنا أطيب من الآخرين لكن نحن أقل شطارة، أقل تمرس، إحنا ليست لم تتكون عندنا الخباثة التحت عمالية التي تكومت التي تراكمت عند الشعوب الأخرى. ما عندنا شيء، عندنا بدائيين حتى الآن، فهذه سوف يستغلها المستخدم الأجنبي لصالحه 100%، وبالتالي هذا سيساهم في البطالة التي موجودة ويفاقمها. طيب، هل نبقي على نظام الكفالة أم نبحث عن بديل؟ هل هناك بديل في نعم. في رأيك؟ بديل نعم، التعاقد بطريقة ملزمة لسنوات على الأقل محددة منصفة لما يسمى الكفيل اللي هو صاحب العمل، وإلزامه أيضا دوريا كل سنة أو سنتين برفع الراتب لئلا يخضع الآخر للإغراء. يجب أن يكون هناك بديل لحرية التنقل، هو تحسين ظروف هذا العامل لئلا يتحول إلى كما يحدث في بعض الحالات إلى رقيق. جميل. نعم. دكتور ماجد، إذا الدكتور جاسر مش مع النظام الجديد، مع تحسين بيئة العلاقة التعاقدية بشكل أفضل من إلغاء الكفالة، هل تعتقد أن يجب أن يراجع هذا الأمر؟
شوف، اولا يجب ان نتعامل مع القضيه على انها واقع. هي هذا الاجراء الذي عمل هو جزء من برنامج التحول الوطني. احنا نعرف عندنا رؤيه 2030 اخضعت الى مراحل 15-20-20-25، فيها مجموعه من البرامج المتسلسله التي تصل الى اكتمال الرؤيه في 2030. تعليقاتنا انا اعتبرها الهامشيه لجهلنا بالتفاصيل. طبعا وزاره الموارد، خلينا نقول وزاره العمل يعني اسهل لنا حقيقه. وزاره العمل حينما نصت على هذا الامر واخرجته وقالت لتحسين العلاقه التعاقديه، ما قدمت لنا ما هي مظاهر هذا التحسين. الشيء الاخر، ستفقد الدوله عنصر مهم جدا في النظام القديم لم اقرا حتى الان ما هو البديل، اللي هو المسؤوليه. تجيب لك واحد في اعلى مستوى العماله الى ادنى مستوى العماله امام الدوله شخص ما، سجل رقم معين هو المسؤول عنه في مشاكله، في التفاصيل كلها. الان في هذا النظام هو مسؤول عن نفسه، اذا فقدت الدوله عنصر. الجانب الثالث، أنا لا أفهم كيف ستتعامل الشركات المقاولات اللي عندها 15,000 عامل، 20,000 و 25,000 عامل، تروح توقع مع هؤلاء عقود تعاقد؟ هنا في تفاصيل حقيقة ممكن أن الزملاء في الوزارة عالجوها بإجراءات وتفاصيل احنا نجهلها حقيقة عندنا. ولكن يعني يمكن حتى في مجال الرياضة اللي يجيب اللاعب ويمرنه ويدربه ويكمل مع السنتين، يجي جهة أخرى تأخذ يقول لا يا أخي، تعطيه ما يسمى التدريب. في تفاصيل أستاذ عبد الله، دائما في قاعدة أصولية، الحكم على شيء فرع عن تصوره. لا زال احنا عندنا النظام بمحددات رئيسية احنا نقرأها، ولكن التفاصيل الطويلة جدا، الملفات الضخمة اللي أوصلت هذا الأمر إلى هذا الملخص الذي خرج للناس غير حاضرة في أذهان. أنا كصاحب مركز، جزء من مركزي سجل تجاري. أنا عندي أنت الآن دكتور ضد لأن التفاصيل مش حاضرة أو ضد الفكرة بشكل عام؟ ما شوف، هو لم أخير حتى أقول نعم أنا مع أو مع ضد. أنا أحاول أن أقرأ هذا القرار، أقرأ هذا المشروع حتى أعرف كيف أتعايش معه وأتعامل معه. يعني الآن الأمر غير واضح. لازلت أقول لك المسؤولية اللي كانت هي نموذج رئيسي في التعاقدية السابقة غابت الآن، غابت وبنسبة كبيرة جدا. الجانب الثاني، عدم وجود الثقة. يعني الآن أنا عندي ناس فعلا تجيبه وتمكنه، والأهم من هذا كله أسرار العمل. مي قضية ترى أنه مجرد دربته على مقولة عمر بن الخطاب، مات كذا فلان والسلام. تجيب غيره، بتلقى غيره، ولكن ستنتقل مع أسرار عملي. الآن كثير من قطاعات الشركات، ويعني واللي ممكن عندك خبرة في موضوع الشركات، لما يوقع معك عقد يحط لك سنوات بعد العقد ما تمارس العمل في نفس الاتجاه، لأنك ستنقل أسراره وخبرته إلى مسار آخر. صحيح. كل هذه غائبة حقيقة في التفاصيل وهي المقلقة. لسنا ضد القرار، ولكن معطيات القرار لا زالت مجهولة. جميل. طيب أستاذ خالد، أنت رجل إعلامي ولك في الإعلام كثير ومتابع على المستوى المحلي والعالمي. كثير من وكالات الأنباء العالمية رحبت بالقرار واعتبرته يعني جزء من إعادة حقوق العمالة المفقودة في المملكة. هذا مهم جدا، لأنه أنت نظام الكفالة السابق هو اعتبر في بعض عند بعض المنظمات الحقوقية لأنه نوع من الاستعباد، وهو غير موجود إلا في دول الخليج. الحقيقة أنا مع تحرير الإنسان العامل من قيود وسلاسل ما يسمى بنظام الكفالة. الشيء اللي يربط الإنسان بوظيفته هو بيئة العمل. أنت هذا الموظف قاعد يخدمك وترى أنه كفاءة، حسن من شروط التعاقد معه ورغبة بالبقاء معك، لكنه لا تستطيع أنك تحرمه من اختيار الانتقال إلى وظيفة أخرى. في المقابل أنت هنا ستتحرر أيضا من مسؤوليات التي مترتبة على أنك أنت مسؤول عن هذا الشخص لو هرب، لو سرق، لو خالف أنظمة الدولة. ولكن حقيقة هناك غموض كثير يحيط بهذه المبادرة، وإحنا من عادتنا أن احنا نصدر قرارات ونصدر مبادرات بعدين نبدأ نفكر وش نسينا وش نسد من ثغرات فيها. وأنا كنت أتمنى أنه كان في توضيح أكثر، لأنه أنت تتكلم عن مصالح أصحاب أعمال وشركات تتأثر
بمثل هذه القرارات، يعني مو بزي وزيك مثلا اللي ما عندنا شركات ما عندنا مؤسسات، لا، في ناس تتأثر خطواتهم المبنية وخططهم على مدى سنوات طويلة في تحقيق استراتيجيات عملهم واستثمارهم، وهذول أكيد إنه ما جاهم للأسف. يعني على الآن ما وجدت في هذه المبادرة المعلنة أي شيء يحدد كيف سيتم التوفيق والمواءمة بين العقود القديمة والجديدة. أيضا لم تحدد ما هي مسؤوليتي أنا ومسؤولية رب العمل ومسؤولية العامل في العلاقة التعاقدية عند الإخلال بها. طيب أنا الآن هذا العامل سافر أو هذا الموظف سافر في خروج وعودة، وبيني وبينه عقد، وأنا دافع مترتبات في هذا العقد منها التأمين منها طيب هذه يقول لك روح اختصم للمحاكم العمالية، طيب أنا أختصم وين إذا هذا العامل غادر البلاد؟ من الأشياء المهمة التي لم توضح، هذا العامل اللي أنت عندك عقد فردي معه بكرة استقدم عائلته بحكم أنه امتلك حرية استقلال بهذا القرار، طيب أنت في أنظمة أخرى تلزمك كصاحب عمل أنك تمد مظلة التأمين لتشمل كافة أفراد الأسرة. هذه في إشكاليات هنا، يعني لم تحدد الشروط الجزائية في العقود، التكاليف السفر والتذاكر نهاية الخدمة، نهاية الخدمة، مكافأة نهاية الخدمة لم تحدد. أنا عندي شخص اشتغل لمدة سنة ثم انتقل إلى سنة في السنة التالية ليعمل لدى رب عمل آخر، كيف أنا سأحدد مكافأة الخدمة عن؟ طيب هل أنت متأكد يا أستاذ خالد أن كل هذه التفاصيل غير موجودة؟ يمكن لم يعني يطلع الإعلام عليها فقط، لكنها موجودة في مثلا وزارة العمل مثلا أو الموارد البشرية. مع احترامي لك ولرأيك، إذا أنت أعلنت عن شيء لا تجي تخبي لي التفاصيل تقول تعال لي أعرضها عليك. أنت أعلنت مبادرة أعلن كل تفاصيلها، وأنا أشك أنه عندهم هذه التفاصيل. كان من الواجب أنه هذا النظام يعرض على مجموعة من الإعلاميين وعلى مجموعة من أصحاب المصالح من رجال الأعمال قبل أن يصدر. هم عادة يجيبونك بعد ما يصدر يقولك تعال شفه قبل ما نعلنه بكرة. هذا خطأ، وبالتالي أنا ما عاتبهم فقط، هم كثير من أنظمتنا اللي اصدرت قراراتنا خلال أزمة كورونا كانت تصدر ثم تلحق بقرارات لتسد الثغرات وتصلح من الأشياء التي تم نسيانها. جميل. لو عبد الله، يعني مثل ما استمعت يعني يبدو أن الزملاء الثلاثة لديهم بعض التحفظات على على إلغاء نظام الكفالة، أنت كيف ترى الأمر؟ والله شوف، أول شيء أضيف له جزئية سؤال، هل مجلس الشورى باختصاصاته حكم أنك عضو سابق يعني فعلا ممكن يناط بجزء من هذا الأمر، مسؤولية الأمر مناقشتها مثلا في مجلس الشورى، ولا هو خارج فضاءة مجلس الشورى؟ إلى الأسبوع الماضي أنا بقول لك، فهذا معرض عليهم ولا لا؟ لا لا، هو الأنظمة كلها لابد أن تعرض على مجلس الشورى إذا كان نظام، التنظيم لا، واللوائح ما لكن أي نظام لابد أن يعرض على مجلس الشورى، إلا إذا كان مثلا مجلس الشورى في إجازة أو في هذا، ففي الحالة هذه يصدر ثم يصدر من هيئة الخبراء. نعم، يصدر من هيئة الخبراء. ودائما النظام يدرس من مجلس الوزراء ممثل بهيئة الخبراء ومجلس الشورى، ومجلس الشورى يدرسه من جديد، يعني أي نظام يأتي يبدأ فيه ويستضيف حقوق الإنسان، يستضيف ديوان المظالم، يستضيف كل الجهات ويرفع توصياته فيها. لا، هي ما صارت توصيات، إذا نظام يصدر النظام إلى مجلس الوزراء، إذا اختلف مجلس الشورى مع الوزراء مع مجلس الوزراء يأتي الوزير المسؤول اللي هو بوساق ومعه هذا، ويحاول يقنع اللجنة ثم تحت القبة، وإذا صوت عليه واختلفوا لا يزالون يذهب والملك يتخذ ما يراه. هذا بالنسبة للأنظمة، وهذا النظام لم يأتي. طيب السؤال، نعم، نعود إلى السؤال. أنا أقول لك أول شيء، أي نظام يأتي لابد له ميزات وعيوب، وفي أثناء التطبيق بيبان هذا الشيء، فأنا أقول يعني أتوقع أنه سيكون أفضل على المدى البعيد. أولا مثل ما قلنا حقوق الإنسان دائما يرون أن هذه يعني. الشيء الثاني التستر، كثيرا منهم يشتغل نفسه لكن تحت اسم شخص آخر، وإذا مسؤولية طاح الشخص هذا كله بيتحملها. ليش؟ لأن نظام التستر هذا من أسوأ الأشياء. الشيء الثاني يعني السوق متشبع، أنا أقول إن شاء الله أنهم يوقفوا يعني أقل شيء، أو يعني على الأقل الاستقدام
يعني يحددون، يعني يكون فيه، لأن الآن عندك 12 مليون هذا بس اللي الآن يقولوا، مع أن أتوقع أنها أكثر، لأن فيه ناس غير شرعية، عمالة غير شرعية، عمالة غير شرعية موجودة، إيه فيه واجد. فأنا أقول يعني إذا كان هذا أول شيء، وأنا أتوقع أنهم درسوه مع الغرف التجارية، أتوقع أنهم درسوه، لأن حتى الوزير هو جاي من الغرفة التجارية، إيه نعم من هذا. فأنا أتوقع أنه لا بد أنه درس، ولا بد أنه يعني في هذا، لكن على يعني إن شاء الله طبعا مثل ما ذكروا الأخوان يصير فيها سلبيات، لكن مثل ما تأخذ مني أنا كتاج، أنا يمكن أخذ منك. وبيئة العمل هي الحقيقة اللي 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 تبقي على الموظف، أو أنها تفقدهم في حالة مثلا أنه ما يعطي حقوقه، أو أنه يعني يعوم المعاملة غير إنسانية، أو أي من هذه. فأنا أقول يعني أعتقد أنه على المدى البعيد أنه يكون أفضل، لأن كثير من الدول الآن تستقدم مثلا زي أستراليا، لكن ما فيه كفيل. أنا شفتهم يعني يأتي وبعد سنوات يمكن حتى يأخذ جنسية، بس يكونوا مختارون اختيار دقيق جدا. أول شيء ماذا أحتاج، ثم ما هي الكفاءات اللي أحتاجها، بمعنى استقطاب الكفاءات يزيد تزيد مسألة استقطاب الكفاءات. أنا مثلا أحتاج أطباء أسنان، أحتاج مثلا كهربائيين سباك، وأعرف وينهم حتى فيه، أحتاجهم في سيدني، أحتاجهم في بيرث، في كذا، في فريزبن. ففي الحالة هذه أنا عارف بالضبط ماذا أريد وكم أريد وما هي هذا، وفي النهاية قد يبقى، وكل ما يحصل عليه حيبقي في البلد أيضا. هذا بالحال. فأنا أقول إن شاء الله أنها تنحل أشياء كثيرة من هذه. طبعا الإشكالية في النظام أنه تراها يعني كسر، أنت تتحول من مسار إلى مسار، يعني مهي مثلا تطوير إلى مسار، في فرق بين تطوير المسار كسر. ثم الفضاء اللي فيه النظام الجديد فيه من أعلى مراتب التخصصات والإبداع إلى أدناها، الواحد بعض ممكنه ما يعرف يقرأ ولا يكتب، ترى بعض العمال يجيك ما يعرف ولا هو قادر يدبر أمور شؤونه. يعني معناته أن وزارة الموارد البشرية بتسوي نماذج من 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 العقود، وتصاغ بترجمات معينة. فعلى الأقل لو أن النظام بدأ مرحليا، أن والله هذا يلغى نظام الإقامة مثلا لمستويات معينة، مثلا فيما يتصل بالأطباء، فيما يتصل بالمهندسين، فيما يتصل الشرائح اللي لها قيمتها وثقلها، واللي ممكن تتعاطى معك زي ما تكلم عن الدكتور جاسر فيما يتصل والله ببيئة العمل، فيما يتصل بالخبرات. أما العمالة أصلا هو يحتاج من يرعاه، يعني هالعمالة المساكين المتكدسين ما يمكن حقيقة تتركه على عاله على نفسه، لن يستطيع أن يعيش، فما بالك أن يتعامل قانونيا. هذه وجهة نظري. جميل، عندك إضافة دكتور؟ أنا بس كختام وطالب الموارد البشرية أن تحدد لي فقط كيف وصلت إلى هذه الجملة؟ الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات. بمعنى أنه كيف؟ النظام الجديد سيساهم في زيادة السعودة. كيف؟ هذا لازم يشرحونها لنا، لأنك إذا أعطيت العامل الأجنبي المستقدم حرية التدرب ثم الانتقال ثم يكاسرك وشو المكان الأفضل له، إذن حبي يزاحمك في أكثر من مكان، نفس الشخص سيزاحمك في الشركة الفلانية والمكان الفلاني، إذن كيف؟ هذا أنا ما فهمته، لازم يشرحونها لنا، لازم يشرحونها لصاحب العمل. هذه أنا سألت فيها بصراحة، والجواب مسألة السعودة، يعني موضوع كيف حيختزل. الجواب كان أنه تحرير هذا الموظف أو هذا الأجنبي المستخدم الأجنبي في المملكة سيجعله في حالة تساوي مع في فرص التنافس مع المواطن. مسألة الأجر المتدني اللي كان يقيده في نظام الكفالة الآن سيكسر هذا القيد، وبالتالي سترتفع تكلفته في السوق، مما يتيح الفرصة إلى أن المواطن يستفيد من زوال أحد معايير الاختلال اللي كانت في الراتب، يعني ما بين الراتب اللي تمنع السعوديين من هذه الوضع، التنافس بين المواطن من ناحيه تكلفه الاجر. اقتنعت انت من هالكلام؟ الوقت، نشوف الوقت. صح. طيب اذا فاصل قصير ثم نعود لكم ان شاء الله.